كيفاش تشوفوا 25 درهم كغرامة مالية الناس اللي ما تيقطعوش من الممر الراجلين؟ مزيانة مزيانة هاد القضية. ها وفي الحق حصية الروس للناس، حصية للمالين الطوموبيلات والراجلين والمالين الطوموبيل. خاصنا نعيدوا النظر ولا نديروا شي قوانين وشي حوايج اللي مهمين، فهمتي؟ كاين شي حوايج اللي كاع ما مدينه فيهم ومن ضوء 25 درهم للراجلين. الراجل هذا اللي ما يقطعش من باساج بيتون ويعطي 25 درهم، كان عنده 25 درهم كاع ما يكون غادي على رجليه. صراحة ب 25 درهم بانت لي بان لي قانون منطقي، بحكم ان التركيبه ديال هذا المجتمع هذه كطلب انك تخرج مجموعه من القوانين اللي هي زجريه بالنسبه للمواطن اللي ما كيحتارمش مثلا ممر راجلين في الطريق. تيتموا غاديين ودافعين بحال حنا راه عايشين في غابه، وحنا راه في دوله كدوله مثقفه وديمقراطيه راه خاص يكون شويه النظام ضروري. هذا الشعب هذا ضروري خاصو شويه الزرواطه وشويه الخلعه وشويه الغرامات وكذا وهكا من هنايا باش بنادم يتردع. اخي هاد المساله بانت ليا خصهم ينظموا بعدا كاين الطرق، ينظموا شحال من حاجه، فهمتي؟ هاد القضيه ديال 25 درهم راه ما كايناش. الا جاو يديروا 25 درهم يلصقوا لينا بلاكا عاوتاني اللور، يبقاو ديما حاضرين حتى الا درتي شي حاجه يقيدوا لك مخالفه. واللي ما عندوش 25 درهم اش غايدير؟ قانون مزيان، هذا مزيان باش الانسان هو يحترم مع الراجل، باش ما تكونش الحوادث، ما يكون السبب هو ديما في الراجل هو السبب في مشكل الحوادث. مزيانه هذه مزيانه، ولكن بلا كتطبق على السيارات ثم مزيان على الراجلين. 25 درهم تتزيد يعني من الحفاظ يعني على الامانه ديال المواطنين، الا انه يعني واش المجتمع المغربي قادر يعني على اداء هذه الغرامه الماليه؟ هذا هو السؤال اللي يبقى مطروح. 25 درهم اخويا راه ما يمكنش، راه مستحيل اخويا، وبالاخص البطاله في المغرب كثيره بزاف، فهمتيني؟ واو بنادم يلاه تيتقاتل مع معيشه الياقوش، صعيب انا هذا النيفو هنايا بزاف. خاصك تكون عندك بنيه تحتيه بعدا كامله مجهزه عادي يمكن تطبق على الناس. دابا اصلا ممر الراجلين باقي ما كاملش، ما مصاوش مزيان. اي واحد خاصو يحترم ممر الراجلين، لان ما كانش مديور للراجلين ما يمكنش كاع يعني ما تكون عنده حتى شي قيمه. نعم مزيان. علاش انت قطعتي من غير ممر الراجلين؟ لاني ما انتبهتش.